السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف بعض المواقع اللي ممكن تساعدك في تصميم الطرق، على أساس يعني ربنا يرحمنا ونقدر نمشي في الطرق بشكل آدم يعني. طيب الموقع مثلا ستريت بلان دوت نت بيديني أول حاجة تمبليت جاهزة، تمام. لو أنت مثلا هتصمم حاجة لشارع مثلا بوليفارد وموجود في أربان فاليج أو أربان سنتر، فتقدر تشوف المسافات اللي المفروض إن أنت تحطها للسيارات وللدرجات وللأشخاص اللي موجودين، تمام. طيب لو أنا عايز أصمم مثلا حاجة لوكال ستريت، دي المسافات اللي موجودة وهكذا. ففي أمثلة كتيرة جدا تقدر إن أنت تشوفها وتشوف إيه الأنسب ليك، لكن زي ما أنت شايف دي حاجات ثابتة. طب تعالى بقى نروح للأفضل منه في قلب الموقع نفسه أهوت. تقدر بقى تختار مثلا دي التصميم الأساسي اللي موجود، ماشي. ممكن ابدا مثلا اختار دوت، فيبدا بقى يقول لي لو انت عايز تكبر المسافه فتقدر ان انت تغير في ال current width اهوت. طيب وممكن تختار شكل تاني للسياره، وليكن مثلا الشكل دوت اهو الشكل دوت، وتقدر تغير المسافات هنا. ممكن تعكس الكار بالشكل دوت، فهو مديك حاجات كتير جدا تقدر تتحكم فيها، الباك جراوند والفور جراوند، وممكن ماركينج مثلا تكتب، وماتيريال تقدر تحدد الماتيريال اللي انت عايزها للرصيف وعملها اسفلت بلاك، تمام. هنا مثلا الطرق، في هنا هو حاطط صور مثلا 3 اشخاص، ممكن نغير الشكل، تمام. ممكن نوسع زي ما احنا عايزين، تمام. فتقدر من خلال المثال الموجود تقدر تتحكم فيه. وهنا برضو مديك امكانيات مثلا انت شغال بالفيت ولا شغال بالمليمتر، طبعا بالمتر بيكون اسهل بالنسبه لنا. وهنا بيديك بقى ستريت بلان، هيساعدك برضو في التصميم بعض المعلومات، تمام اهوت. طيب ده بيقارن لك بين ستريت بلان وستريت ميكس. ده ستريت ميكس اهوت، رحنا له. هنا تقدر بقى تكبر المسافة قد ايه، وهنا تقدر تكبر وتقدر تغير الشكل نفسه لو انت حابب، تقدر تغير الأبعاد، تقدر تغير الأشكال، تقدر تعدل هنا المسافة اللي انت عايزها، تمام. فاحنا انت طبعا لازم نحرك بقى الحاجات ديت، الطريق نفسه، ماشي. وتقدر تختار الاشكال اللي انت عايزها، فهو مديك بعض الامكانيات الجميلة جدا في الموقع دوت. طيب تعالى بقى نروح لموقع تاني اسمه ستريت ديزاين اي اي اهوت. ده جزء من برنامج اسمه بوي اند كاد، كنا شرحناه بالتفصيل اللي هو الرمز بتاعه دوت، فهو جواه جوه البرنامج، لكن هو عمله اونلاين. تقدر تتحكم في المسافات بالشكل دوت، نفس الفكرة، حتى نفس الاختصارات ونفس الرموز، وتقدر تضيف حاجة جديدة، تقدر ان انت تزود، تقدر تحذف زي ما انت عايز. تقدر تشوف لو في عايز تخلي فيه اكتر من فيز موجودة، اللي او تقدر تعدل فيه، تقدر تعمل ستريت جديد لو انت حابب تصمم انت من الصفر خالص، فمديك شوية امكانيات كويسة. فهو مديني اختيارات، بيقول لي ابدأ بامتي ستريت، ابدأ شارع فاضي خالص، او خد كوبي من دوت، او راندوم اوتوميكس ستريت، تبدأ بشارع عشوائي وتبدأ ان انت تعدل فيه لحد ما توصل للي انت عايزه. فدي كلها اختيارات تقدر ان انت تختار منها. الميزة ان هو مديك امكانية للتعديل بسهولة، بحيث ان انت تقدر توصل للشكل اللي انت عايزه. سمي بقى الشارع ده باسمك،